السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم IT for PASS Computer and Online Essentials النموذج الأخير معانا أول سؤال which one what does the term ICT standard for ICT standard for Information and Communication Technology Submit سؤال so, اللي بعده which one of the following execute computer program ينفذ البرامج central processing unit which one of the following doesn't use doesn't use a usb universal serial bus البورت اللي اسمه usb بيستخدم للماوس printer كيبورد انما لا يستخدم للجان which one of the following is an application software Word. Which one of the following is a part of hierarchical file system folder? Which one of the following best script the term open source? Open source أول ما أشوفها على طول أختار code is available. Software for which the source code is available to use or change free or off-charge. which one of the following is an appropriate routine to shut down and non a uh, non responding application البرامج المهنجه اي برنامج انا مشغله فمهنج مش راننج اعمل ايه press control alt delete وبعدين start task manager وبعدين نختار البرنامج ده هو select the non responding Application and click End Task. End Task. مش New Task. Which one of the following is a control panel item that helps you to add a keyboard language. عشان أضيف keyboard language بروح إلى Region and Language. Select the icon that ريبريزنت ذا نتورك درايف نتورك درايف اللي هو معمول له شير اللي هو دي علامه الشير طب انا عندي علامتين للشير ده درايف وده فولدر يبقى هختار النتورك درايف سبميت ونروح للسؤال العملي بيقول لي موف ذا كمبيوتر ايكونز كمبيوتر ايكونز ديت موف تو ايكونز سو ات از اون ذا توب رايت اوف ذا ويندوز عايزين دي ناخدها نخليها هنا دراج اند دروب دراج اند دروب اختارها كده واقف على كليك شمال واسحبها وديها لداخل سبميت سؤال سهل جدا مينيمايز ذا اكسبلورر ويندوز سؤال ساعات يجي يقول مينيمايز وساعات يقول كولابس الاثنين بنفس المعنى مينيمايز هدوس بس على الزرار ده وشفنا قبل كده في نموذج قبل كده قال لي العكس اعمل ريستور اعمل Restore يعني ايه معمل لها Minimize تحت وبدوس عليها كليك شمال يوز Use Operating System Offline Help على طول روح دوس على Start واختار Offline Help and Support وبعدين To Find Information on the Start Bottom هكتب هنا Start Bottom واعمل Search. which one of the following is the fairest sentence in the topic help topic customize the start menu start menu فين customize اهي customize the start menu اختارها تمام ده أول سؤال عندي أول أول سطر عندي ظهر لما دوست على customize organize the start menu can make it either to find your favorite program and folder اختارها ودوس على تسليم الإجابة submit السؤال اللي بعد كده ان ذا اوبن دوكيمنت الدوكيمنت اللي قدامي اسمها نيو موفيز انتر ذا تايتل توب رايز ابوف ذا نيو لرايز هقف هنا فوقيها هقف واكتب الكلام اللي طالبه مني سيف ذا دوكيمنت كنترول اس او سيف من فوق من هنا او الافضل من فايل سي ان ذا اوبن دوكيمنت تمام كوبي ذا جراند سينما Small. تحت خالص كده تمام and best it at the the last row هنزل تحت كده السؤال ان انا هختار ديت هاخد ديت والسؤال ده مكرر شفناه قبل كده هختار ديت وانزل تحت تمام في الفولدر في الكولوم الفاضي واعمل بيست هختار ديت كلها وبعدين اعمل لها كوبي تمام وانزل تحت واعمل بيست تمام وبعدين اعمل سيف السؤال رقم 15 كلوز ذا دوكيمنت يبقى من فايل كلوز سيف ذا اوبن دوكيمنت كيتشن الى از كيتشن تراكس يبقى من فايل سيف اس وبعدين اكتب الاسم الجديد في المكان اللي قال لي عليه دوكيمنت لتموس واقف هنا واكتب الاسم بالظبط بحرف التي كابيتال ومفيش مسافه وبعدين امر سيف سيف ذا دوكيمنت خلاص قلناها كلوز فايل كلوز رينيم ذا فولدر فوتس ان دوكيمنت لتموس فاشون ماجازين نفتح فاشون ماجازين تو فوتو

in the folder document list modes فاشون مجازين لازم اروح لفاشون مجازين ما اقفش هنا واعمل نيو فولدر خش جوه فاشون مجازين كليك يمين نيو وبعدين فولدر اقف في مكان بعيد ما تقفش على اي فايل من دول لو و... وانت واقف على اي واحد من دول انت اعمل له سلكشن كليك يمين منيو ثانيه يبقى لازم اقف في مكان فاضي كليك يمين نيو فولدر وابدا اكتب انترفيوز ولو سمحت زي ما هي مكتوبه الاي كابيتال اكتبها كابيتال اوبن ذا دوكيمنت انتر ذا نيم الفايل في دول دول فولدر وده فايل يبقى اكتب هنا اسم الفايل use the search feature to locate the file name sunset.jpg in the document من start document litmus search في هنا واعمل search واكتب كلمة sunset.jpg واعمل search موجودة فين؟ كليك يمين عليها open file location او properties الاثنين صح مكتوبة هنا إن هي موجودة في أدرس يبقى أكتب أنا هنا إيه أدرس Which one of the following extension is used for an image file? ال image the extension بتاعتها زي ما إحنا لسه عاملين سيرش من شوية dot jpg dot pmp Perform the necessary steps to view the print jobs in the default printer. Use the screen blue. Close the printer job windows. هروح هنا للديفايس اند برينتر فين البرينتر اللي معمول عليها صح الديفولت برينتر اهي كليك يمين عليها او دبل كليك هيفتح لي سي وات برينتنج يعني انا لو دوست عليها كليك يمين هختار سي وات برينتنج دبل كليك فتح لي البرينتر جوبز الحاجات اللي بتعمل لها برينتر دلوقتي تمام وبعدين كلوز ذا برنت جوب هقفل دي تمام يبقى هنحلها ازاي نقف على البرنت اللي معمول عليها صح كليك يمين سي وات برينتنج او دبل كليك شمال فهيختار لي الايه البرينت جوب بعد كده هو قال لي اقفلها فاعمل كلوز هنا السؤال بيقول لي مين من دولت من الاوبشن دولت سلكت الاوبشن تو برنت اكتف بيجز اكتف بيج اللي هي الكرنت بيج برنت كرنت بيج طبعا كل دوت موجود جوه برنت اول بيجز برنت اول بيجز هختار السهم ده هلاقي جواه برنت كرنت بيج الكرنت بيج هي الاكتف بيج which one of the following storage storage option required an internet مين من دول محتاج انترنت مين من دول من وسائل التخزين محتاجه انترنت الاونلاين storage which one of the following describe the purpose of network كلمة network على طول نختار شير على طول network معناها شير تمام to share and access data and device security submit <applause> السؤال رقم 27 which one of the following is true about internet internet هو كل شبكات الانترنت في العالم كل شبكات الإنترنت في العالم كل الكمبيوتر networks يبقى the global computer networks that is composed of the other as other computer networks. Which one of the following best the script ISP؟ ISP هي اختصار إلى Internet Service Provider. مزود خدمة الانترنت الشخص اللي بيدينا انترنت مش شخص بقى هو شركة تي داتا لينك في مصر مثلا كل وسائل فودافون اتصالات اورانج وي كل ديت بتدينا خدمة انترنت شركة بيزنس ذات بروفايد انترنت كونكشن سيرفيس Which one of the following is the main reason for having an off-set backup case of computer files احنا بنحتاج ليه باك اب عشان نحمي الداتا بتاعتنا في حاله السرقه او الفيضانات او الفاير الحريق وكده okay. to prevent bre, bre, preserve the file in case of folder flood or fire فيضانات والحراق which one of the following is software designed to disrupt computer operation مين من دول برنامج بيدمر الايه عمليات الكمبيوتر اللي هو الميلوير او البرامج الضاره which one of the following helps protect the interview uh, in environment environment البيئه بنحميها ازاي recycle print cartridge which one of the following is good practice when naming folder or file احنا لما بنعمل نيم بنبقى قاصدين منها recall لما بنعمل نسمي فولدر او فايلز بنبقى بنسميه على اساس نبقى عارف لما اجي افتحه ايه اللي مكتوب جواه ايه اللي موجود جواه use meaning meaningful name names to help with recall which one of the following keys should be held down when you use the mouse to select non-adjusted غير متجاورين فولدر لما اجي اختار diamond تحت منها بعيد عنها بقف على دي كليك شمال وبعدين ادوس على كنترول وبعدين ادوس على الثانية ادوس على كنترول كونكت تو ذا وايرلس نتورك ليتموس ادي الوايرلس ادوس عليها ادي النتورك المتاحة ادي الليتموس ادوس عليه كليك يمين دبل كليك شمال وبعدين ادوس كونكت الباسورد اهو هكتب ال كابيتال اي تي واحد اتنين تلاتة وبعدين اوكي هيقول لي ان خلاص كده ليتموس كونكتد سبميت طبعا بعد كل سؤال يوز ليتمس زي اي بي ابلكيشن لوكيت اند اوب يبقى هدوس على اوب اول حاجة وبعدين ذا كومبروزد فايل اسمه بوتني دوت زي اي بي اللي موجود جوه دوكيمنت ليتموس ساينس ديبارتمنت بيولوجي هروح لكل الايه المسار ده وبعدين بوتنيو اختاره وبعدين ادوس اوبن طيب تمام كده عملت اوبن الكومبرست فايل طب وبعدين محتاج ان انا اعمل اكستراكت فادوس على اكستراكت وبعدين الاكستراكت اول فايلز كل الملفات اللي موجوده جوه المسار ده يبقى اعمل براوس واروح للمسار ده دوكيمنت ليتموس ساينس ديبارتمنت بيولوجي وجوه بوتن هختاره وبعدين ادوس اوكي okay وبعدين اختار all files عشان اعمل لهم extract افك ضغط كل الملفات ديت واقول له اوكي اوكي كده الملف اتفك كل الفايلز اللي جواه which one of the following is a appropriate routine to restart the computer هختار ال start button وبعدين في الباور عندي في في زرار الباور في اكتر من حاجه عشان اختار ريستارت فعندي زرار الباور بالديفولت بتاعه انه بيبقى موجود فيه شت داون هدوس هنا واختار منها ريستارت المطالب مني ريستارت يبقى كليك تو ذا ستارت بوتوم كليك على الباور ده زرار الباور اللي مكتوب فيه باي ديفولت شت داون وهدوس على السهم الصغير واختار ريستارت كده انا اقدر اعمل ريستارت وده اخر سؤال بدوس سبميت تمام وبعدين بدوس فينيش تيست وبالتوفيق للجميع ان شاء الله ناس طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب ان شاء الله للقناه ولو عجبك طبعا الفيديو بعد اذنك ممكن تعمل لايك شير وسبسكرايب وفعل الجرس ان شاء الله بالتوفيق للجميع السلام عليكم ورحمه الله